خايف، ما حدش خايف من المرض ينتشر في موجود. هالجزيرة الآن ما فيها ولا حالة لفيروس الكورونا. مرشس. مع انتشار فيروس كورونا بكم هائل وإعلان عدد كبير من الدول عن حالات الطوارئ والحجر الصحي ومنع السفر وغلق المطارات، أصبح اليوتيوبرز يواجهون مشاكل كبيرة في صناعة المحتوى والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة اليوتيوبرز اللي يكون محتواهم متعلق بالسفر والجولات. فمثلا جو حطاب انقطع عن التنزيل على السوشيال ميديا من 29 من مارس الماضي، من بعد ما نشر آخر صورة وعلق على الشوارع الفارغة وخطر التجول وعن الأوضاع اللي عم بمر بها العالم حاليا. أما على اليوتيوب فنزل فيديو بعنوان آخر رحلة في حياتي. محدش خايف من المرض ينتشر في موجود. هالجزيرة الآن ما فيها ولا حالة لفيروس الكورونا. مرشس. أما دايلر فاختار كمان الانقطاع ولكن غير الكلي، وعم بيشارك عادة صور أو فيديوهات أو ستوري على الانستغرام، وآخر فيديو مثلا كان عبارة عن أداء موسيقي لإلو اشتغل عليه من البيت. كلام كله بيطلع من قلبي، أختي بعيدة وزيك جنبي، حل الوحيدة في ربي، أغلى وحدة عادة تبكي. أما نور ستارز فاختارت عدم الانقطاع حتى ولو نزلت صور قديمة، فمثلا آخر صورتين كانوا من السنة اللي فاتت. أما ميمي فاختارت التكثيف من صناعة المحتوى بأفكار بسيطة من البيت، فاختارت الجانب التعليمي لإفادة الناس، فشفناها مؤخرا عم بتشارك فيديوهات تعليمية مختلفة حول الموضة، الأكل أو حتى الرياضة. أما البعض فاختار بيشارك متابعينه يومياته بالحجر الصحي مثل نارين وأنس وأصالة. فعليا هو تاني يوم إلي بالحجر الصحي، شي بيزعل الشي اللي عم يصير بالعالم. الحمد لله، يعني الحمد لله أنه أخي شيرو إجا آخر لحظة لهون على دبي معي، يمكن إذا شيرو ما كان هون أو ما حدا من أهلي يمكن كنت جنيت. فمن بعد أزمة كورونا واجه اليوتيوبرز مشاكل من بينها تأجيل تصوير إعلانات وتعاونات وفيديوهات مهمة.